اسمي أبهرة ملك التمر الهندي، من 92 صار لي هون بهالمنطقة هاي. أول أبيع كيس الجلاب أو التمر الهندي ب 25 ليرة، اليوم عم نبيعه ب 1000. أول 16 سنة اشتغلوا عندي، اليوم أنا ومرتي لحالي خالصين، عم نشتغل هالشغل كله. الحمد لله من فضل الله، وابني توفى وبنتي توفت، الحمد لله من فضل الله. أول كان العالم تاخذ 20 كيس 15 كيس للبيت، اليوم عم ياخذ كيس واحد. أكبر زبون عندي عم ياخذ 4 كيس. هذا بحر يا غزير، دعوني ملك التمر الهندي بحر. أنا الصيف كله شغال، مو بس شهر رمضان. أنا بشيل زلمة بشيل بريق التمر الهندي على كتفي، ببيع كاسات. أول كنت أبيع كاسة بخمس ليرات، اليوم الكاسة بخمسمية ليرة. طب أنا نوعيتي بغلي غلي التمر الهندي، والجلاب عادي بيجي سائل بالكوريات بالكيلو بيجي. وعم نجهزه بالبيت، وبعد ما نجهزه بالبيت بجيبه لهون. أنا صار لي 32 سنة بهالمطرح قدام سور الخضراء، معروف ملك التمر الهندي بحوران. أنا معروف بالنسبة لسوريا كلها.